أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام عليه رحمة الله ونفعنا بعلمه في الدارين، عن جابر بن عبد الله حديثك أفر إيا سغاشنات. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال وحيري جاءت ملائكة، ملائكة أتمد للنبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم النبي يهرد، فقال بعضهم بركوت بايري ملائكة بركوت ببركي كالكويري إنه نائم النبي يهرد، وقال بعضهم بركنا حيرا إن العين نائمة إش نبي ويهرد أما إش سويهرد والقلب يقضان لكن قلبه سوجيدا، فقالوا حيرا إن لصاحبكم هذا صاحب كينن سوما أرقتان مثلا تصالى السقناضي يعني تصالى جراء. قال محير الملقي فضربوا له مثلا تصالى النبي عليه السلام السقيد دين تيس يددك يوحرون تصالى جراء فضربوا له مثلا بالتصالى السمعية يعني النبي تصالى كبحية. فقال بعضهم لا يكتب قاربا يرى إنه نائم نبي جوهر دع عليه السلام مركها ذات تصالد أص ميسان حفا إذا كجر توبه رداي. وقال بعضهم محير هذين إن العين نائمة إشوي هرداء ولقلب يقظان قلب يسوع سوجدا، وأنا خصوصيات النبي عليه السلام إن قلب يسوع هذا يجر سوجدي مركها حيك وذان نبي جوه سوجدي وفهم يا واحد ترى هذاني تصالك بحية. فقالوا وحير هذين مثله نبي قد تساليه كمثل رجل وان تساليه بنى دارا ننكسو دار للسي وجعل فيها وحود دار تيدغي مأدوبة عزومة يسوريو وبعث وحود ننكسي دري عزومة السمي داعيا ننضدك أويارا، فمن أحد كي أجاب الداعية داعيك أجيبه دخل الدار الدار تسوق علي ودار تسوق علي وأكل وحون علدون من المأدوبة عزومة دا. ومن لم يجب الداعي قف كان داعيك أجيب لم يدخل الدار الدار تمق علي ولم يأكل من المأدوبة عزومة دا نعون مايو. فقالوا وحير هذين أولوها له وربلت سارها أفسر وأعدي يفقهها سوء فهمه. فقال بعضهم بل بايري إنه نائم فإذا كم جرت هدان أفسرنا، وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يغضان. فقالوا حير هذين فالدار دارتا لدسي يقرق وين لدسي الجنة جنة ذوي والداعي قف كندتك أغوية لي عزمدنا محمد صلى الله عليه وسلم ويان، فمن أحدك أطاع محمد النبي محمد أطيعه فقد أطاع الله إلهي بأطيعي، ومن أحد كي عصى محمد النبي محمد عاصيانا فقد عصى الله إلهي بعاصيي، ومحمد صلى الله عليه وسلم النبي محمد فرق وحوك لقيي بين الناس دتكي أيو قال إيا إسلام وكلقي بيي. عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري إنما مثلي تسالها يقو ومثل ما شيء تساله بعثني الله به وإلهي يقو صوصاري كمثل رجل وان تساله أتى قوما دد أيمد فقال كيري يا قوم تلك يو إني رأيت وحان أركي الجيش عيدا كي عدوك أها بعيني عندها يقان كواركي وإني أنيقنا أنا النذير العريان وحان إذين هاي الدقيق قاون عربتي وروحي سمين جرتي نيكو مركو الربايون وكعيو ددك دركو لغن جري سيدو إلهي كو أبوري أيو سمين جري فرسو يسكو دلستاق جري مركاسو أفلبادي كلاقادي جري يعني حكا لغن تاي الدقنين كدام بيساي مجرتو أنا النذير العريان فالنجاء بدبادة وبحصدا فأطاعه طائفة تلك قيبة أطاعي من قومي فأدلجوا ويقورين
فانطلقوا وحي كسعدين على مهلهم سد آير بي السجا السعدين سد لا دلاهي السجا السعدين فنجوي بدبادين وكذب طائفة قال نوي بيني سي منهم تركي كمدة فأصبحوا وحي كوا بريستين مكانهم قريهوديون فصبحهم الجيش عيدا كيبا مركا كوا بريستي فأهلكهم وهلاقي واجتاحهم ونا يعني اجتاح وقل لكم قبصد عيدمك يعني واحتلهم موف السهادي فأهلكهم وهلاقي واجتاحهم ومركا ددقي للقاضي وموف السهادي فذلك مثل من تسوى تسال قف أطاعني يا طيعي وفتبع الراعي ما جئت به وحن لائمد فذلك تاسي مثل من وقفت ساله أطاعني يا طيعي وفتبع الراعي ما جئت به وحن لائمد ومثل من يقفت ساله عصاني إديدي وكذب بينيين بما جئت به وحن لائمد ومن الحق حقها وعن عبد الله بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال حير جاء عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أنك مررت وحن صومري بأخي لي ولا الأمل يهي من قريذة ربني قريذة فكتب لي وحي إقر الجوامع من التوراة توراة بإقر المرتيو هي حكمة ألا أعرضه عليك مكو ورما أو مكو شيغا مرتيها إيو حيرركا إيو حكمتها التوراد قال محيري فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد وجهه سيبا إسبدلي قال عبد الله بايري يعني ابن ثابت فقلت له عمر بن كويري ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ورمي آذن أرك النبي محمد عليه السلام اسبدل كقدعي فقال عمر بن الخطاب بايري رضي الله عنه رضينا بالله ربا إلهي من رب نمر لأغنهي وبالإسلام دينا دين أهان إسلام كان را لأغنهي وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا من را لأغنهي قال وحيري فسري نبي عليه السلام كربدي يتغير كي يسبدل كي بلغ فيدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال حري والذي نفس محمد بيده أيان كدارتي لو أصبح فيكم موسى هدوني موسى جوغ لها ثم تبعتموه أضراع لها إذن وتركتموني أدقتك لها إذن لضللتم وظهلاب لها إذن وحقك هلاب لها إذن إنكم أمتي هيني حظي نصيب كي جباتهين من الأمم أمتها حق هذا النصيب كي جبات إذن كوكود عدين وأنا أنقنا حظكم بان النصيب كيني من النبيين حق أنبياء مركا النبي عليه السلام وحو كبد المي وتورات تورات الدين بيا هيد لكن مربع حديد عمر يردر من الحكمة كروة النبي قول دقان تأي أهيد تيم النبي كحناق سي عليه الصلاة الله والسلام محاد أم لين حيرر ينظاميو قال إنه قد تمت مرك ديمقراطية اللي يرهدو أما اشتراكية اللي يرهدو مرك أمدو آمنتو أي أو أرقتو إنه هل كان خير كجرو كما في عن شرع الدين تلا يدين تلاهي كيف يكون الأمر إذا تغير النبي عليه الصلاة الله والسلام من التوراة جواب من التوراة تساوي بدل مي يعني توران تسان شرط الدين بأي أهيد إن كسد لنا نسخي لك الدين نسخان بأي أهيد لكن الدين بأي أهيد تيب النبي عليه السلام ساء بدل مي ما أنتنا أمدنا وحيو أن مسنت هاي نوحر قلبات إنه غيمت وان خير إيا إجابة مدنا أين كجرين مالك أمدنا سيد أي كهلي هنون كهلي أي كهلي ساقرقار إلى هاي أمد فرنجي أمسن وانا اللياب dad culimo sheegan haya oo diin sheegan haya in ay waxa u durbantumaan ay dadka ka dhaadhiciyaan dimuqraadiyada diinta kamid ana abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu anna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qala wa huwa yuri kullu ummati yadkhuluna aljanna ay galayan illa man aba
قالوا يا رسول الله ومن يبا يديدي قال وحير من أطاعني دخل الجنة ومن أحد كي عصاني يديدنا فقد أبى. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم مر من حتى يكون إلى أن قتم هواه جعل الذي يوح دون يودن تبعا تير رأسا لما جئت به وحن لا يمد. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال وحيرين قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم بايقيري يا بني إن قدرت أداد كرتو أن تصبح إناد وبريستو وتمسي أتقل بيستو ليس في قلبك أدين قلبك أغا كجر غش خيان يسرتان أتسريس لأحد قفنا فافعل سدا سمي. ثم قال للنبي وحبر يا بني إنن كيغيو وذلك إن هذا قف نحما قلبك أغهين من سنتي وسنهيك ومن أحدك أحيا نولي سنتي فقد أحبني وجعلاضي ومن أحبني قفك إجعلاضينا كان وحون قنها يا معي في الجنة. رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول حرجاء ثلاثة رهط صدحن بايمد إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بايمادين يسألون وحيوي دين هين عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم النبي محمد عمل كيسا إي عبادة ديسا. فلما أخبروا مركي الله شاقي عمل كي النبي محمد إي عبادة ديسي كأنهم تقالوها حد مدائنا يريستين فقالوا وحير هذين هذا نوائس قبتانو وأين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد إنكم هل كيبا كقد عينا فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ذنبه سيهر يكي سي ذنب بوالا دافي. فقال أحدهم إدبايري أما أنا أنيكم فإني أصلي الليل أبدا هل كفا إني كقرأ فإني أصلي الليل أبدا همين كيوردان بنتاغنان. وقال آخر مدكلا وحيري أنا أصوم الدهر سنتك أوردان بنان الصومي ولا أفطر ما أفطري. وقال آخر مدكلا وحيري أنا أعتزل النساء دمر كان كديرانو فلا أتزوج أبدا ولقي مقور سنهيو. فجاء إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي محمد بأويمد فقال وحويري أنتم الذين موحاتهم كوي قلتم يري كذا وكذا سدا إيا سدا أما والله بان قدرتين إني لأخشاكم لله أنا إلهي إذن كعب سبدا وأتقاكم له إذن كتقوى بدا لكني أصوم وانصوم وأفطر مرمر نوانسك أفطرا وأصلي مرمر وانسك كذا وأرقد ساعدك لنوانسك سيحدا وأتزوج النساء دمر كنوان قرسدا. فمن أحدك رغب النعاء عن سنة هذه أي الدين تيدا فليس مني كاسئغ مدمأها إن رقا وإذن كارك وحربا همين كيوردن إنو تاقنادو مدن مالين كيوردن وصومنادو مدن دمر كي أوكر ديرادو تام حدك قران دين تن إلهي ونسو دجية عاطفتكم السعوتو حماستناكم السعوتو ما لقرتي برهان إيو نورناكم السعوتو وحيكو السعوتو يحويان وحكمة إي علم بيكو السعوتو حكمة إي علم وحكافك بيكو سعودوين هيان حدادك موذي سعودوين آيات كافك بيكو سعودوين وحاد فضو ديسان هيسو كولار دبيرنا ويكافكوين هيسا marka qofku xamaasadan iyo caatifadan muxuu kaga baxayaa waa laba shay inaad culimada ku xiran tahay oo qofku de culimo uu ku xiran yahay iyo inuu qofku shuura ku xiran yahay marka bil ilmi wa shuura ayad kaga badbaadaysa fitnatul caatifa iyo fitnatul xamaasa. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير من تمسك قفك قبصد بالسنة سنهيك عند فساد أمتي أمت ديذو مركي فسهادو فله أجر شهيد موقفك سليهي. رواه الطبراني بإسناد لا بس به وإذن كارك. وعن مالك بن أنس رحمه الله تعالى
أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تركت فيكم أمرين لبا أرموت بنيدين كغتغي لن تضلوا ما هلا بيسان ما تمسكتم من تلقبستان بهما لبدا كتاب الله كتاب كإلهي إيه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وعن العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال في وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مالن كان نبيا مال نواني نوعدي بعد صلاة الغداة الصبح كذب موعدة وانو درفت أي كائل ميس منها واندا حق العيون عندهم ووجلت وحاكك القشي منها واندا حق القلوب وقلوبتي فقال رجل بايري إن هذه موعدة مودع قف دردار ميا واندي باد موداي فبماذا تعهد إلينا يا رسول الله رسولك إله يوم حنو دردار ميسا قال حوري يوصيكم حندين دردار ميا بتقوى الله عبس إلهي إيا والسمع والطاع والسمع إناد مقشان إيا والطاعة إناد أطيعذان دتك أرنت إذين هيا إطلاد إذين هيا مدحد إذينها إناد مقشان أطيعذان وإن عبدا أدوم بها النقض قفك مدحد هي حبشي حبشئة وبرق عرب تاكت هذا قفك أوليتي فإنه شاني من يعش قفك إنه رضا ومنكم إذنك إذن كمدها يرى وحوارك اختلافا كثيرا اختلاف هذا بدن وإياكم وإن ذسك إلى لسان ومحدثات الأمور أمورها سو زيادة سو درنها إن دين تكمد أهين فإنها محدثات كاسي ضلالة وبادي فمن أحدك أدرك ذلك محدثات كاي بدعا قاد ومنكم إذن كمدها فعليه بسنتي وإن سنها يقال لازمه وسنة الخلفاء الراشدين خلفاء الراشدين تهانون سنا المهديين وحنونينا راشدين تهاي مهديين تنا يجا راشدين وحنون سنا مهديين هدد كهانونية كوا سنة هودا قبصدا عضوا عليها وحد كدكتان أما أد كدجي سنة كو قبصتان بالنواجد قوس دنبادي يدا. وعن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى وحارك خاتما فرقل من ذهب كسميسا في يد رجل ننقع انتبو سارنا فنزعه النبي كسيبي فطرحه مركز توري فرقلك وقال النبي حويري يعمد أحدكم مذ إذنك إذنك مذهما وحو أقصديا إلى جمرة من إلى جمرة من نار لحل دبأه ميو دونن هيا وفيجعلها ميو يالي لحشا دبكا في يده قعنتيسا فقيل للرجل ننكي وحالويري بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم انتو النبي قلتكي كذب خذ خاتمك وارفرق القاقة اسكا قاضو انتفع به كو انتفع قال الحير لا والله إلهي بان قدارتين لا أخذه فرق الكرمقاضن هيا أبدا وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي محمد توري وقد حال والحال قد طرحه رسول الله مركما قادن هيا بويري قالت زينب وحيتري وزينب بنت أبي سلمة بنت أم سلمة دخلت وحان سوغلي على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رملة الأورنجري حبيبة أم حبيبة بنت أبي سفيان حين توفي أبوها أبو سفيان بن حرب مركو أس أبها الدنتي فدعت وحيوه أم حبيبة بطيب عذر فيه سفرة خلوق بطيب عذر بويه فيه عذر كاس محا كجري سفرة خلوق مركو سفرة خلوق ونوع عذر أنكمد وصفرة وخليق بينته وعذر لكن وعذر كقيب كمد أها وزعفران كبدن يهي لو كنو يرعسان يهي أو غيره أما عذر صفرة وخلوق أن أهين أو كلي نوع كريم أوي يردت أو قبل عذر كل نوعها بكشك سنتاي محي سميسي أم حبيبة فدهنت وحي أمريس منه عذر كجارية قبل أدونة ثم كدبنا أم حبيبة مست وحي مرسي بعارضيها لبدا ذي الدبن
ee cadarkii marsatay, iyadaa marsatay oo xabiiba marsatay. Suma qaalat, waxay tidhi, wallaahi maa lii bitiibi min xaajatin, anigu cadarkan dan kama lihi, gayra anii samictu rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalam, nebi maxamed baan ka maqlay yaquulu isagoo leh, laa yaxilu xalaalu ma aha limra'atin naag tu'minu billaahi walyowmi alaakhiri, rumayn haysa an tuxidda in ay ku basaasnaato calaa mayitin, mayd inay say u qaaddo ay ku basaasnaato ayde u bahdilaato ma bannaana, fawqa thalaathin layaalin, saddex min wax ka badan, ilaa calaa zawjin, oday mooyeen, nin mooyeen, ninka isagan islaantu waxay de u basaasnaan haysaa u bahdilnaan haysaa, arbacata ashhurin wa cashra, marka cadarkani marsan hayso waxay rabtaa inay basaasidaa kaga baxdo, oo de saddex maalmood wax ka badan aabaheed inayna u basaasnaanin bay doonaysay. وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان رجلا بسال النبي صلى الله عليه وسلم متى الساعه يا رسول الله، متى الساعه يا رسول الله، رسول كلا يساعد وهدم، قال الحر ما اعددت لها محض الديار السي، قال الحر ما اعددت لها من كثير صلاه، صلاه بدن وما الديار، ولا صوم يصوم بدن، ولا صدقه يصدقه بدن، ولكني احب الله ورسوله اي ان جعلها الى اهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي وحكري أنت مع من أحببت، أذيقو وحاد نقوان إسا مع من أحببت، مركي حديث كان ومن أحاديث الرجاء. نبي وحودي عليه السلام متى الساعة، ساعة هدمي لا عيسى، نبي وحكري يعني جوابتي سؤال شما يسليين إلا ساعة هدمي لعي، والسؤال نبي وحكري محاضر الديار السي، يعني سؤال شما سكمة جواب النبي عليه السلام، لكن وحي أن فعلها أبو الشيخ مركب قفة تدرك تسكده وقسن أما خطك بكرد عسن أو دي سؤالة نعسى كولي ما دي سؤالي سينا تكجب تشرط ما هني وحا أساق أنفعي إدن تيسا هكا لهذا. وأن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت، حتى جاء رجل باي مدل النبي صلى الله عليه وسلم فقال، يا رسول الله إنك لأحب إلي من نفسي، نفتي ذا أيانا دي كاجعلها، وإنك لا أحب إلي من أهلي بان كاجعله إهل كيغا ومالي مال كيغا كاجعله، وإنك أدبنا لا أحب إلي من ولدي أرورت إذن وان كاجعله، وإني لا أكون وحانهيا في البيت قريغا فأذكرك وان كحسوسا، أنو قريغا جوغان مرمر إغو صدع عيسى، وفما أصبر ما أدخيسا هايو حتى آتي إلى نمادو وفأنظر إليك أنكو إيغو. وإذا ذكرت موتي مركان جيريدة إذا حسوسته يو موتك أذيك جيريدة إذا عرفت وحانوغان أنك أذيك دخلت الجنة إن أدقليسو ورفعت مع النبيين أنبياء ما عوضة لقدريا، وإن إذا دخلت الجنة مركان أنو الجنة دقلو خشيت وحانك بقيا ألا أراك إن أنا كو أرك، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم نبي قمونا وحبكو علين شيئا، حتى نزل جبريل بهذه الآية، ومن يطع الله والرسول قفك إلهي يا الرسول كي سأطيع، فأولئك كواسي مع الذين أنعم الله عليهم بيأهان يكو إله النعمي، ومن النبيين أها والصديقين أها والشهداء والصالحين. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حين من أشد أمتي لي حبا، نعم من أشد أمتي إلي حبا، هكذا من أشد أمتي إلي حبا، أمتي إذا قفك إيجوج علي ناس وادد يكونون أهاني بعدي أنك قذا شيدا، يود أحدهم كمد وحوج علان لو رآني هدوي أركي لها أقيمه، نقول لها محي بأهله ومالي أهل كيسي رير كيسي وردن بوسيسا لسوي أركي لها. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، حري فضلت على الأنبياء بست، أنبياء وحال إيجا كوريالي لح الرموت، أعطيت وحاليسي جوامع الكلم، هذا لم رتئة وكلمة دي كستا وحاسوها صغرية إنتا سو شيء، ونصرت وحال إيجا قرقاري بالرعب عدو عبسي إيجا عبسوضو،
وأحلت لي المغانم مغانم تبال لي حلالي وجعلت لي الأرض الألك وحالي قردقي طهورا طاهر يو مسجدا وأرسلت وحالي إدري إلى الخلق كافة أم خلقك أردن ولا إدري وختم بي النبيون أنبياء ولا ختمي. وعن عرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني عبد الله أنا وحانه أدون إلهي وخاتم النبيين نوانهي أنبياء خاتم كذا كيلو ختم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال حير إن مثلي مثل كيغو يو مثل الأنبياء من قبل أن بذي قرد تصاله كمثل رجل من تساله بنى بيت قرد سي فأحسنه هجاجي وأجمله قرحي إلا موضع لبنة من لبنه جاجر حبت جاجره قال يبلاس كد مياني ومن زاوية مال دنع كتالا فجعل الناس تطي وحي باللابين يطوفون به إن قرد كتوافان ويعجبون له أي كيابان ويقولون أي رهدين هل وضعت هذه اللبنة وحبت جاجورك يدقح محال حرواي. قال النبي حير فأنا اللبنة أنك ميشاد دوليلك اللبنك قل لها وأنا خاتم النبيين أنه حان ينبي ذاك يلغو خاتمي هذه فرق لك ختم كيس نحو نقنون قروح ذا انبي ذا. وعن عباس رضي الله تعالى عنه قال حير كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال حير يا غلام إني أعلمك كلمات بانك بري احفظ الله الله حفظي يحفظك وك حفظي احفظ الله الله حفظي تجده وذهل ستجاهك هرت هذا إذا سألت هذا وحويديسا فاسأل الله الله ويديس وإذا استعنت هذا وحقرقار طلب سنة فاستعن بالله إله قرقار طلب. وأعلم حذقتا أن الأمة أمد لو اجتمعت هذي كورنتو على أن ينفعوك إليك وأنفعان بشيء لم ينفعوك كما أنفعيان إلا بشيء شيء قد كتبه الله لك الله وكوقري. وإن اجتمعوا هذي كل من على أن يضروك إليك الدبان بشيء شيء كوكوديبان لم يضروك كما دبيان إلا بشيء شيء موين شيء قد كتبه الله عليك إلهي دشاد وكوقري. رفعت الأقلام قال ماذي وحلق قريي والله قريالي وجفت الصحف صحفتنا وإنجكت يعني وحل قري مجرو وحكست يقريني. وعن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحير لكل شيء حقيقة بوليهي شيء كست رب بوليهي حقيقة وما يبلغ مقاري عبد أظن حقيقة الإيمان إيمانك حقيقة ديسا حتى يعلم إلى وقاد أن ما أصابه وحي أسيبي لم يكن ما أهل يخطئه إنه قفي وما أخطأه وحي قفي قرمر لم يكن ما أهل ليصيبه كي أسيبي. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنهما قال حر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله إلهي وحي قري مقادير الخلائق خلائق دو أردن مقادير تود إي قياس تود إي حجم قود إلهي قري قبل أن يخلق السماوات والأرض عرك يلولك إنتونا أبورن بو خلائق دا إي قياس تود إي قري إلهي كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كنتن كن أو سنة كهربا لقري ما أنت وحكو هايستا إحالتا. قال الحيري انتون الى عرك رولك ابو نسيب وعرشه سو وعرشه على الماء عرشه لين بيود ليالي قبل خلق السماوات والارض. وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال حير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل فرغ الهي وحود كدم يعني كدماضي ودمي يعني الى كل عبد اضون كستا من خلقه أبور كيسي من خمسين يعني شن أرمد بإلهي هريب أدمي أدونك أبور كيسي كفرح الشيء من أجلي ما نقول دمان وعمله وحو قبان دونه ومضجعه هلكو سيحا
gurigaaga, sariirtaada, turaaxa, waxaad ku seexan oo dhan waa la sii madjaci seexadkiisa, wa aatharihi iyo raadkiisa, yani xarakadaada meeshaad marayso, tallaabadaad qaadayso way qoran tahay, iyo wa risqihi waxaad cunayso. Marka intuba hadday qoran yihiin, maxaal yani walwal iyo hami iyo ghami waxaanaad ku jirtaba uu qoran yahay. Qofku markuu qadarka sidaa u aaminana, hami weyn baa dhan kaaga dhacayo, waayo waxaad ogtahay waxaanaad ku jirto rabbi baa qoray, waxaanaad la socotaa. Rabbigan qoray huwa caliim, yani waa cilmi badana, cilmi badana waxay dhahantaa yani waxaanaad ku jirto wuu og yahay, looma waramayo, khabiir xog ogaal buu u yahay. Taas waa mid. Talabaad waa xakiim, oo waxaanaad ku jirto rabbiga qoray waa xakiim, yani waa wax xikmadaysan, xaaladan way xikmadaysan tahay. Ta saddexaad ogtahay xaaladan aad ku jirto rabbiga qoray, asmaadiisa waxaa ka mid ah annahu raxiim, inuu naxariis badan yahay, hooyada uu kaaga naxariis badan yahay. Marka saad u aaminsan tahay hooyada inaanan meel xun ku dhigaynin, ayaa khaaliqaaguna hooyada kun jeer buu kaaga raxmad badan yahay, bal raxmadda hooyadaaba isaga ku abuuray. Marka xaaladan aad ku jirto mid xog ogaal ah oo xikmad badana oo hooyada kaaga naxariis badan baa sidan kuu gartay, marka waa inaad raalli ku noqoto. Innakuna maanta de waxaad la walwalaysaa oo qofku de inuu xaaladan ka baxa la rabaa waa maxay, de cilmigeenna yar, aragtideenna yar, laakiin haddii xikmadda lagu tusilaa oo qeybka yaani lagu daaha lagaga qaadi lahaa, sidanaad ku jirto si aadan hayn maadan doorateen, waayo waxaa kuu dooray waa khabiir iyo xakiim iyo raxiim. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحر لا يؤمن المرء أدنكم الرمين هيو حتى يؤمن إلى وكرم هيو بالقدر خيره وشره. قدرك خيرك سوى محين ووحي النعمة لها برواق لها اسكال لدن أدق عندها هكا وشرين ومحين ووحي مكروه إذن عبتها يكو هايستا وحا دنت هذا كجرت لكن أنت لا تدري. مركما أنت هذه أدق غيبك لقاك قادل هذه oo lagu oran lahaa war adduunkan maamulo, nin kasta xaaladdu ku jiro unbaad gelin lahayd, kan koomaaga ku jiro kooma maad ku tuuri lahayd, ka jajaban waa jajabin lahaydun, ka faqiirka faqiir maad ka dhigi lahayd, yacni waxba maadan ka bedesheen xaaladdu maanta sida ay tahay. Laakiin cilmigeenna yar saan sheegayno, aragtideenna yar, fa anta laa tacrif. Marka waxa weeyaan waxaa sartan dhigay, shaxan dhigay, khariidadan dejiyey, baleynkan waxaa dejiyey caliim يا خبير والرحيم. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن عبد أدون مر رمين هيو حتى يؤمن بأربع إلى وأفر شير رمين يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله بعثني إنه يقصدر بالحق ويؤمن وإنه رمين بالموت جيردة ويؤمن وإنه رمين بالبعث سوصارتانك بعد الموت ويؤمن وإن رمينا بالقدر قدر كان وإن رمي. وعن أبي حفصة رحمه الله تعالى قال في قال عبادة ابن صامت رضي الله تعالى عنه لابن بكير يا بني إنك لن تجد مهليس طعم حقيقة الإيمان طعم حقيقة الإيمان مهليس إيمانك dhadhan kiisa xaqiiqada ah mahelaysid xataa taclama ilaa aad ogaato anna maa asaabaka wixii kugu dhacay lam yakun ma aha liyukhti'ak xaaladan ku haysata dhib iyo khayr midoona ha noqoto weligaa ku garamari mayso wamaa akhta'aka wixii ku dabamara ee kuu jarana lam yakun liyusiibak weligaa muuna waxaana kugu dhicin tuuriyo golxigdoona taasu yeesho. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله وحاؤه الريو إلهي أبو ري القلم قلنك أها فقال ربي محيري له قلنك محيري أكتب فقال قلنك بير ربي وماذا أكتب محام قرى إلهي قال إلهي محيري أكتب حال قرتا مقادير كل شيء وحكست قدر كيس قر إيا حجم كيسا يصور كيسا حتى تقوم الساعة إلى قيامه دعي مكا كلمة كل شيء محاسوس قال يا
dee wax kastaa soo galay dara waxa ugu yaray ishu qabato ilaa waxa ugu weyn ba soo galay maalinkaasaa la qoray marka wax maalinkaa la qoray ayay maanta naftu ka walwalsan tahay oo limaada iyo maata anna iyo kayf iyo sideeda calaacalka maanta dhacaya wax maalinkaa la qoray oon marna seegen laakiin qofku markuu aliimaan bilqadaa walqadar aaminsan yahay sa aan soo sheegnay tahuuna calayka jamiicu lumuur wax kastaa kuu dhib yaran xanuunkan kugu adkeynayn oo faqrigan kugu adkeynayn oo dharbaaxooyinka adduunkan iyo qanjiirooyinkooda ayaan ku dhibaynin waayo waxaad ogtahay waxaan inuu qoran yahay weligaan unan ku asiibayn inuunan ku garamarayn ood weliba taana waxaa ku raacay intaan kuu sheegnay raalli baad ku noqona waxaad ogan ka ku gartay waa ku hooyada kaga naxariis badan adiga marka taana maxay kugu abuureysaa inuu ilaahay qalbigaaga ka buuxiyo barda rida iyo ilaahay qalbigaaga gelinaya qaala marka muxuu yiri uktub kulla shayin اكتب حق مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة يا بني إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا إيمان كنوع عاسها قفك عن كل من فليس مني كاسئك مدمع وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحيري مرك أحاديث تا شيخ قضاء والقدر وبديي ما انتنا waa muhiim axaadiista alqadaa walqadar inaan inaku aada u diraasayno barta nafteena aan ka dhaadhicino innaka nafteena weli aanan boqolkiiba boqol islaamin talabaad inay aada loo akhriyeen waa muhiim waayo maanta ummaddii mashaakil baa kala haysta nin kasta wuxuu haysta oon kaa kale wixii sii qaatay nin kasta kaa kale briiskiisu cunaya nin kasta kaasaa igu taagan marka ummadda waxay u baahan tahay in laga dhaadhiciyo war wax wax ku taagani ma jire wax wax ku taagani waayo wallah kan dib loo ridayaa dib u ridayaa kan hore la murayaa hore u dhigayaa kan yaa waxu balbalaadhin kan yaa caafimaadsin wuxuu ilaahay lahaa ee tasarufaha ee agoodahaba intii ilaahay laga qaaday maanta makhluuqaad la siiyey makhluuqaad baa wax dallicinhaya makhluuqaad baa wax ridaya makhluuqaad baa wax hagaajinhaya makhluuqaad baa wax bi'inhaya kan sifaadkii ilaahay oo dhamma maanta dad la siiyey makhluuqaad marka maanta inaku xabaana naftan inaan ka bilowno ummadana laga bal lagu xujisiyo oo loo sheego warka wax hormariya ee wax dibrida ee wax hanaajiya ee wax qurxiya ee wax faal xumeeya al muqaddim wal akhir muakhir bashar bama aha makhluuqaad bama ahan waa mid kana magciisa waxa la yiraahdaa Allah taas marka maanta inaga naga maqan marka al iman bil qada wal qadar wa mihim ina maanta ummada laga dhaadhiciyo قال عن ابي مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحين وكل الله بالرحم الهي جل وعلا وكل الله الهي وحو وكل يعني بالرحم الرحيم كملك الملك رحمك وددك ود الرحم سو ولا مري اوربا ددك سو ولا مرين اما وايل ما ادير اما وايل ما ابتي ادو ود دمر رحم سو ولا مري نسبا اسو كانيا ملك بو الهي رحمكاس qaraabada ah ayaa ilaahay wuxuu u wakaashay malakan fayaqul ama wakala allah yana idin qaldin wakala allah ilaahay wuxuu u wakalay bir rahim rahimku hooyada war rahimku hooyada makanka malakan malak bu ilaahay u wakalay fayaqul malakum xuran ay rab nutfatun dibicdi ku dhacday nutfay noqotay nutfa nutfa waa maxay andof ay rabbi alaqatun hadda xinjir buu noqday yani warku ilaahay siin ilaahay inuu ka og yahay waxaan hadda ay rabbi mudghatun hadda waslad buu noqday fa idha arada allah an yuqdiya khalqaha marku ilaahay doono inuu abuurkeeda xukumo qala muxuu oran malagi ay rab dhakarun aw untha muuxa noqon hayaa doontay lab mise dhadig ashaqiyun mamid hoogay buu noqon أم سعيد مسمد ليباني ودي مؤمن يا إيماني من ليمد فما الرزق برزق عوني دون أيوا محي فما الأجل أجشي سوا محي عمر جيسو فيكتب وقرأ يا ملك ذلك سؤالها سر جواب هذه قفك والكيك جرب يري في بطن أمي وحي مالك لغو قرأ أيضا من تلغي هبل با igu tagani hebel baa haystay hebel baa kan ah war waankaas waxaan lagu qoray wa anta fi batni ummik
ayaa xabada bariiskii afkaaga galaysa maalinkaas lagu qoray. Fa wax maalinkaa lagu qoray qof seebuu kaaga hor joogsan kara. Kuma asaga kuuba diidi kara qofarta. Marka maanta waxaan u baahanahay al-iimaaniyadka in si dhab ah looga hadlo oo xaqiiqo ah. عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عدم الجزاء أبالك وين ديسو مع عدم البلاء بلاي ذي وين ذي لسعوتا كل بأحواش انت اللي اكتب أجرقنا لسعوتا وإن الله إله إذا أحب قوما ندو قوم جعلاد ابتلاهم وامتحاما فمن رضي قفك رال النقضة أو أغادا وحن إنو حقيك يمت الله حقيس فله الرضا kawaha usugan isna raali ahansho ilaahay ba raali ka noqon qalbigiisana ilaahay wuxuu gelinaya arida barda rida waman saxid asaymanta ummadu taa qofkii caadooda ee qadarka ilaahay ka caadooda ee faraha taagtaagana falahu saxtu ada ilaahay ba usugan waxa uu ka jirana ka bixmaayo marka laba cadaab qofka ku dhacaya asaguna adduunki waxba harinta cadaab kaan ba haysta aakharna waxa jiray ugu horeeyay ma jiro marka duu wax kugu dhaco على الأقل أدون كنت أنت جوكت حكو هايستو لكن كإلهي ونكو قرم مرن رليان شيس وعن عائشة رضي الله تعالى عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت حتى رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون أي النبي وحكا وديو حنون كان فأخبرني وحي ورمي أنه طاعون كان عذاب وعذابها يبعثه الله الله أصوصر على من يشاء ننكو دونو ننكو دونو لأكو رودي جري يقوم كو دونو وأن الله إلهي جعله إلهي وحوك دقي طاعونك رحمة النحريس بكو دقي للمؤمنين ليس ما أهم من أحد قف يقع طاعون طاعون قرد عيو أو فيمكث كن جانيا في بلدي مقالدي سا وما أنت دقاتير توحي أجيهين أما يؤغادين دي ماشو طاعون قرد عينا لقبحين مقالدها كبحين إليين لكن نبقو بركاسو سيشاري فيمكث في بلدي صابرا سوغو صابركو ام محتسبا الينا اجر كغ دونيا يعلم انه لا يصيبه انون اسيبين الا ما كتب الله وحي الله قرميان الا كان هدو قفك سجرو له الا كان لهم مثل اجر الشهيد با سغنان هيا وعن انس رضي الله تعالى عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابن 8 سنين أنو سيديد جر أهنبك خدمة دي سب الله خدمتو 10 سنين بأنو خدمي فما لامني مونا إغو عنانن على شيء شيء قط وليغي أتي فيه شيء سود خرابي أما لجبيي على يدي قعمهي وح إغو جبي أما إغو حماضي وليغ النبك مونا إغو عنانن فإن لامني هدو إغو عنانتو لائم مد عنانتو من أهله ريارك كمده قال النبي حكورا جري دعو ورويل غير إسكدايا فإنه وحن لو قضي هدي إلهي أقر لها وحن حماضي أما جبي فإنه لو قضي شيء هدي الشيء يعني لحكم لها ودي إلهي قر لها أنشهيس كان وحن وحن لها مركما أكتها ملقى عدا يكباد إلمها كدعيا haddad bal qadar ka naftada ku tababarto wax alla wixii dhaco oo dhan haduu ka dhaadacsan yahayna waa qadar min allah yani wax weyn ba yani ka raaxaysan lahayn wa an abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu mahri qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kullu shay'in shay kastay bi qadarin qadar ilahi bu ku dhaca hatta al ajz ajz kibu yadalk ama ajz yani dhaandhaanimad ama aqli yaridu iyo wal kaysu aqliga de weyn iyo wax garaad kuba labaduba waa qadar ilahi wa ana bi hurara radiyallahu ta'ala anhu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam al mu'minu al qawiy mu'minka qawiga aha aya khayrun ka khayr badan wa habbu ila allah azza wa jalla haqa ilahi min al mu'min al da'if mu'minka da'if ka aha imanka si akhlaq di suba wa fi kullin labada mu'min ba khayrun ba kusugan ihris ku dadal ala ma yanfa'uka wa hadiskan hidaayad buu khasuunay hadis soo ka daba tagay wuxuu ku leeyahay de wixii khayr ah asbaabaha la imo ihris ku dadal ala ma yanfa'uk wixii ku anfaciyo ku dadal wasta'in billahi ilahina u kalmayso wala ta'jaz hadalin yani asbaabti intay tahay adigu la imo wa in asabaka shay'un haddu wax kugu dhucana fala taqulha oranin لو أني فعلت هدان سمين لها كان كذا وكذا هدان القمر لها هبل أتق لها ساسي أرنت نقول لها أرنن ولكن قل وحاتر هذا
قدر الله إلهي با وحن قري وما شاء ربي وحودونا فعل وسمي فإن لو لو ذا سمارك هدي 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 ذا سي تفتح عمل الشيطان الباب كشيطان كي كفري مرك حديث كان وحي نبر يا ادو اسباب تي لا ايمو وحنا يعني تقصيرنا لا ايمنن الى هينا كالميسو وحي كا خوغ بتا ده ايتال كاغا يو طاقاداد يو تبرتاد يو خوغاغا دي لا ايمي كو جيدنا كلكا اوغو مركا يا سيدا دي مركا النبي شوق عليه السلام قدر الله وما شاء فعل ننكن قوي غني وحد مودا لبدوبا حدو قفكي مؤمن كاها ايمانكي او هيستو قوينا او يهي دي او قوي غني في الجسم بمعنى دي جسم غن وا قوي غن دي جهاد كي او كلا اما دي خدمت دي او كلا دي وكشق بدن يهي ولا شك انه كفا انه كخير بدن هي دي كي مؤمن كون اسكها لكن دي وحبا ان قبن كرينين حبان قبن كرينين ودغن حوغنا ولا دغ ايمانك انه كل سمي لكن هدو وحي ايمانك اسخلافو دكي ضعيف كي ايمان وين كي قوي غا دكي كل بك ايمان وين با يا فضل بدن لكن دي ايمانك كي ولا سمي هين ومدي قوه الجسم لا دير هي كان دي نفعي سا ديران هي نفعي سا ديران هي لكن عبرت هو ايمانك. وعن المسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وان الروح ألا وإن الروح الأمين روح الأمين هو جبريل أي نفث وحوك التوري أما أوحيودي في روح قلبي غيب أوحيودي أما النفط إذا أنه شاني ليس مجأها من نفس النف تموت لمن هيسا حتى تستوفى إلى لما يسترت رزقها برزق إذا أما أرزاق دي ذبا إفتق الله إلهي كبقى هو أجمل وحاد قرح ستان في الطلب بريسك اما ارزاق دا دون دونيتان كده يا طلب كده سي حلالها وحكو دون دونتا وحو الهي كو قري وضميسترن ولا يحملنكم ايونا اذن كو حنبارن استبطاء الرزق رزقك يا بريسك او ديب كاغا دعي ايونا كو حنبارن ان تطلبوه اناد كو دون دونتان بمعاصي الله معاصي الهي رباها قلن هذو كعرريا وحكل ربي حقوق ري وكوي إيمان بمعاصي الله فإنه رزق جاس لا يدرك لما قاد ما أما فإنه شاني لا يدرك لما قاد ما عند الله وحي إله أكتي سيالا إلا بطاعته أمبالغ قاد. وعن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بين رجلين لو أن نبوك لحكمي فقال وحيرا فقال المقضي عليه كي او حكمك كود دعي اي غرت لغا هلي با يري لما ادبر مركو دبا جيدي حسبي الله هو النعم الوكيل بو يري اسغانا هدا حق كو تاغنا لكن النبي عليه السلام غيب كم اوغا لبد قف يسو دغيسنا يوند كل بكي بلا غلم بدي ام حجدي ساعه استن بلا حكمي حسبي الله هو النعم الوكيل. فقال النبي عليه السلام هو يري ان الله تعالى حديث كان حديث يورو ادكين هيا ان الله تعالى يلوم قفك وحو كعنانتا إلهي على العجز تقصيرت تقصيرت له كعنانتا ولكن عليك بالكيس وحال لازم تابو كيري عقل إيو كرتي إيو دي كيس كمارك وحزم قوان إيا أسبابتا لازم كيري فإذا غلبك قولك الأسبابت اللي تمادو إذا أدوك وحاد لذلك إذا انتو دمسي اللي تمادو فإذا غلبك أمر هدو وحكا غالب نقضو فقل وحاتر هذا حسبي الله ونعم الوكيل. لكن أظن أسباب تلا إيمان وحيد إلهي كودر القبن كرسي عن قبن إن هذا قدر كيون السؤال لك توتر وحكا سيوا قدر تاسو نبي كودي دي عليه السلام أظن وحكو ليه الدذال أسباب تلا إيمو قوان كيود بي الله إيمو دذال إنت كرسي لا إيمو فإن غربك أمرون هدو مركا وحكو جيرو وحاتر هذا حسبي الله ونعم الوكيل وصلى الله وسلم على نبينا محمد.